شعار الشباب عصب الابتكار تكريم العديد من المبتكرات الشابات في الطبعة الأولى لمسابقة الابتكار النسوي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال. القطب الجامع ابن بديس في أول نشاط له يشرف على إرسال 200 حافظ وحافظة للقرآن الكريم إلى البقاع المقدسة. وفي النشرة صورة صحفية للعلامة محمد المهدي بن تونس المستغني، الشخصية الصوفية البارزة. اتفاق أوروبي ببروكسل على تعزيز العمليات المشتركة للتكفل بالمهاجرين السريين، ودعوة لحمايتهم من الرحلات المحفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط. 40 سنة انقضت إذن على رحيل الشيخ محمد المهدي بن تونس، أحد أبرز الشخصيات الصوفية التي أنجبتها الجزائر أثر الحياة الفكرية والصوفية في الجزائر، المغرب والمشرق العربيين وفي أوروبا، مخلفا أعمالا جليلة له في الزوايا عبر مختلف أنحاء العالم. بورتري لحاج أحمد منصوري. الزاوية الحلوية بحيث جيت العتيق بمستغانم قبلة أنظار سكان مستغانم في هذا الصرح الديني، وفي كنف جده الشيخ أحمد العلوي ووالده الشيخ عدة بن تونس ترارع الشيخ محمد المهدي بن تونس أحد رجال الدعوة إلى إسلام التسامح. رجل فكر وعلم، شهد له بذلك رجال الفكر والعلم والثقافة في عصره، فتمسك بطريقته ونهجه الآلاف من الأتباع في مشارق الأرض ومغاربها. بعد وفاة والده خلفه على رأس الطريقة العلوية، فكرس حياته في خدمة الدين والوطن، وراح ينشئ الزوايا داخل وخارج الوطن، وقد أسلم على يديه كثير من الأوروبيين وغيرهم. فهذه الشخصية تتميز بأن لها انتشار في جميع قارات العالم، وتتميز بأن من أتباعها من هم من أجل علماء العالم الإسلامي. الشيخ المهدي بن تونس شارك أثناء حرب التحرير المظفرة في مختلف الشبكات التابعة لطورة. الشيخ الحاج المهدي ما ناضل شي وحده، ناضل هو والأتباع نتاعو، أي الزاوية العلوية نتاع التلمسان سجلوا فيها كثير من الفقراء، الأتباع نتاعو في غيليزان، في بلاد القبائل، في الجزائر العاصمة، ثم حتى في المغرب، ثم في سويسرا وفرنسا. بعد رحيل الشيخ المهدي بن تونس خلفه على رأس الطريقة العلوية ابنه الشيخ عدلان خالد بن تونس الذي واصل مسيرة الآباء والأجداد.